بعرف، ممكن يكونوا أخدينه على المخفر. تعي مبروك جميلة، بلشت ورطة جديدة. أنت شو قصدك؟ مهند كان رح يموت؟ بابا تعال تعال، لا تروح، في صحفي. مهند بابا ما في داعي تصرخ هلا وتلفت انتباهه، انا رح احكي مع المحامي وافهم القصه. وصل شي؟ والله ما بعرف. أنا رح نام، يعني فيني ضل وحدي، وأنت بهالوقت فيك تروح تشوف رفيقك براحتك. لا حبيبي، إذا ما شفته اليوم بكرة بشوفه. نعم بدر. شو صار معك جميلة؟ الشرطة أخذوا مهند على المخفر ونحن ماشيين وراه. أنا ما عم بسأل عنه، عم بسأل عنك. منيحة بدر، فيني أحكي معك بعدين؟ قصدك مانك فاضيتي لي هلأ؟ لا مو هيك قصدي بنو. ماشي ماشي، يلا بشوفك. أنا هون ناطرك. والله العظيم ما إلي علاقة، حتى ما بعرف كيف بيمسك السلاح، ضربني وخلاني أمسكه غصب عني. بترجاك صدقني، أنا وقت اللي سمعت صوت طلقة المسدس قلت لحالي أكيد فرحات قتلوا لمهند. خدي شربي هدي لي أعصابي، رجعي احكي لي من الأول وبهدوء لو سمحتي. لك حدا يحكي له شي كلمة ويقول لي شو اللي عم بيصير؟ والله حاسة قلبي رح يوقف. اهدي يا حالي، هلا منعرف. انتو خليكم برا. اي بس انا بكون اخوه. حتى لو كنت اخوه ما فيني دخلك، ممنوع حدا يفوت. يلا مع السلامة. وانت كمان الله معك. مو متحرك قبل ما اشوف هديك المرأة. عن جد؟ وليش؟ انت ليش حتى تشوفها؟ مشان تخرب لنا شغلنا؟ ليك أنا فيني خليها تحكي كل شي بدكن إياه، ما بتقدر تلعب معي. أستغفر الله على هالبلوة، مصر يخليني أعصب منه. إذا بتريدوا خدوه من وشي قبل ما يطلع خلي عليه، ما بقى بدي أسمع ولا كلمة. لا تعصب، ضروري تسمعني، أنا بعرف أكتر منك. أنت اسمح لي أحكي معه ورح تشوف إنه فيني وصل للحقيقة. بالله شو؟ أساساً بسبب تدخلك خربت كل شي ورجعنا إيد من ورا وإيد من قدام. هلأ حطيت الحق علي، أساساً لولا حشريتك ما كان صار اللي صار. أشتك بقى مهند. أنت لا تتدخل أبداً رجاءً. اسمعني، مصاد فيني هالمرة، بترجاك خليني شوف المرأة على انفراد، نفذ لي هالطلب وبعدك ما بقى اتدخل بشغلك.
الله يرضى عليك يا مهند، حاجتك جنان وام روح بكفي مسخره، والله راسي رح ينفجر من هالعلاك المصدي. وانا تعبان اكثر منك، لا تنسى هالشيء. اسمع شو عم يحكي، ما كان قصدي غير داري مشاعرك كمان. اذا بتريد اعطيني فرصه اخيره. خلصنا، انت فعلا تجاوزت حدودك. هالبنت تعرف وين هو القاتل؟ اذا كانت بتعرف فهي رح تقلي الي مو لك. ما بقى رح اسمح لك تتدخل بشغلي، عم تفهم؟ أنا بريئة يا حضرة الضابط، ما إلي أي علاقة باللي صار، بشو أحلف لك حتى تسد. بس أنت اعترفتي إنك كنتي بالمكان اللي تقوص فيه علي. ما بنكر هالشي، بس ما دخلني مو أنا اللي قوصته لعلي. صدقني ما إلي علاقة. ماشي ماشي، هدي حالك، اشربي مي وبعدين بنكفي. كنت بعرف لوين أخذ، كان مكان غريب وبمنطقة مهجورة، ولما وصلنا لهونيك تركني وراح، وبعد كم دقيقة سمعت صوت رصاص، صوت لقواص اجى من مسافة بعيدة، فكرت بلحظتها إنه قتلوا المهند وخفت كتير. ما خطر على بالي علي، لأنه مهند عدو والكل بيعرف هالشي. ليكي حاجة تلفي وتدوري، البصمات اللي على السلاح لإلك. ايه هو جبرني يمسك المسدس بعد ما قوصت. انت اللي قوصتي عليه؟ لا أبدا، قلت لك سمعت صوت لواص من بعيد، فكرت انه قتلوا لمهند وقلت اكيد هلا رح يجي يقتلني انا كمان. حاولت اهرب بس المو منعوني، وبعد شوي اجا فرحات ومسك لي ايدي وخلاني امسك المسدس وبعدين رمى مكان الحادث. كان فيني كبر وحيه، مسكني هو وسلمى وطلعوني غصب عني. اخذني وحجزني عنده رهينه، ما بتتصور قديش عذبني بكل هالفتره الماضيه. اقسم بالله كل العيله ما كسبت ولا بكلمه.